مرحبا وسهلا فيكم أصدقاء الطلاب بدرس جديد من الدروس اللي عم نحكي فيها عن دورة البكالوريا. رح نبلش اليوم ونحل صفحة 13 إن شاء الله، وإذا زاد معنا أكيد وقت بحيث ما نطول الفيديو رح ننزل لشيء تاني. رح نبلش بـ Word Family و Phrasal Verbs، ورح نشوف شو هو Word Family و Phrasal Verbs. فكالعادة الورقة والقلم، وخلونا نبلش بالدرس. بالنسبة لكلمة word family، يعني هي إذا ترجمناها كلمة عائلة الكلمة، كلمة العائلة، هي الكلمة اللي من عائلة واحدة بهذا المعنى، واللي بتشبه كلمة مشتقات. بعد شوي رح أشوف أفرجيكم شو هي المشتقات. هذا مثال على المشتقات بلغتنا العربية. فمثلا باخذ الكلمة وبطالع منها word family، فمن ميم ثاء لام طالعت كتير كلمات مثل ممثل، هذا word family، للكلمات تمثيل، تمثال، إلى آخره. هاي هي word family. word family ممكن تكون صفة، ممكن تكون اسم، ممكن تكون كتير شغلات، فهي بتختلف. هلأ هون رح نشوف word family، هون الكلمات. فهي الكلمة مثلا vary، يعني التنوع، في variety، في various، في كتير كلمات مشتقة من كلمة vary. طيب بعد شوي رح نترجم، نحاول نحط الكلمات بالفراغ اللي شايفينه هون، ونشوف إذا كانت بتقبل الكلمة هاي ولا الكلمة هاي. طبعا بالعادة بالفحص بجيبوا هاي هيك بالعادة، يا نختار هاي يا نختار هاي. هاي أول طريقة، أو طريقة إنه بيعطونا الكلمة ولازم نحن نصرفها، مثلا various نحطها هنيك، مو معنى تصريف، بمعنى نحط الاشتقاق أو الـ word family المناسبة. أي هي عام تجينا بين قوسين very liberty, real reality, decide decision, accomplish accomplishment, guide guideness. هاي معانيهم. أحيانا نعبجوا الكلمات أفعال، أحيانا نعبجوا صفات، أحيانا نعبجوا أسماء حسب المناسب أنا بحطه. في بعض الأمور بتدلني إنه أختار هاي ولا هاي، في أحيانا نعتمد على الترجمة حسب موقع الكلمة. رح نروح للكلمات هون، فمعناتها أني يا أما باخذ very يا various. طبعا هون معناتها فعل يتنوع، هون متنوع. طبعا هي بس هيك رسمات مو أكثر من هيك. رح نشوف الترجمات. Individuals have فراغ dreams in their day-to-day existence. الأفراد يملكون فراغ أحلام. أحلام بدها تكون صفة للأحلام، لأن هون عندي اسم noun، فبالعادة بحط قبله صفة، ما في مشكلة. في وجودهم اليومي، فبقول وجودهم اليومي. الأفراد لديهم أحلام يتنوع ولا متنوع في وجودهم اليومي؟ لا، أكيد الجواب هو أحلام متنوعة، various. السبب مثل ما اتفقنا، هذا اسم بيجي قبله صفة، وما بزبط هون أحط فعل، لأنه الهاب إذا بيجي فعل بيجي بالتصريف الثالث. تمام، فهون السياق ما بيسمح أبدا إلا للصفة، وهي صفة الأحلام. هاي هي الطريقة اللي بنحل فيها طبعا التمرين اللي بعده. Everyone endeavors a great deal to make dreams a فراغ. كل شخص يسعى بقدر كبير ليجعل أحلامه وشغلة، ليجعل أحلامه بمعنى حقيقة. فعندنا نحن هون خيارين رح نشوفهم، رح نرجع لورا، اللي هن الخيارين هدول real ولا reality. طبعا هاي اسم وهي صفة حسب السياق من دايم. طالما في A، الـ A هاي للنكرة بتجي قبل الأسماء، فما باخذ real، باخذ reality. السبب هو
الـ A بتجي قبل الأسماء nouns قد أحد أسباب اخترناه reality. بعدها future plans and فراغ have a great importance in a person's life. الخطط المستقبلية وفراغ لديها أهمية كبيرة في حياة الشخص. طبعاً خيارين يقرر أو قرار decision. فأكيد هون كمان هتكون الجواب الثاني future plans and فراغ مثل ما لنا شايفين. فالقرارات decisions decisions القرارات. لأنه في أسباب أول شيء عم نحكي عن خطط مستقبلية فهي صفة للاسم في عندي الآن كمان مثل ما لكم شايفينها فبتصير decisions قرار قرارات. فالخطط معنا الخطط المستقبلية والقرارات تحوي أو تملك أو لديها أهمية كبيرة في حياة الشخص. بعدها gaining your boss confidence is really a great accomplish أو accomplishment. Accomplish يجني accomplishment ينجز عفوا accomplishes إنجاز. فأكيد يعني الـ A هي صفة طبعا والـ A هون تجي اسم فaccomplishment نفسه بس accomplish منت. شوف هو هون إذا كانت كتابتي مي واضحة accomplishment الترجمة هو إنه الحصول أو يجني أو إلا كتير معاني أنا مترجم لكم إياها gaining بتجي معنى كسب كمان بتجي اكتساب صح. فاكتساب ثقة مديرك مدير ثقة مديرك حقا إنجاز كبير أو عظيم. آخر جملة I went to a counselor for فراغ on my career. رحت أو ذهبت إلى مستشار لأجل فراغ في عملي. وكمان عندنا سنتين يرشد أو إرشاد أكيد لأجل الإرشاد ما هو يرشد guideness أجل الإرشاد. في كتير أسباب الإرشاد في عملي ما بصلحهم for play ما بصير أنا أحطوني فعل بعد الفور ما بصير فعل والترجمة واضحة بهذا الشيء أكيد.